مرحبا، معكم المدربة ألمى الخضرة. اليوم حلقتنا لخسارة الوزن، فينا نخسر 3 كيلو أو 4 كيلو بالشهر. هيدي الشفل 30 سنة. الحركة الثانية جامبن جاك لمدة دقيقة. بليز عيدوا عندكم الثواني والدقايق فتعرفوا تعيدون. هلا جوجينج، خليكن عم تعملوا جوجينج لمدة دقيقة. هلا ستيب تاتش، ستيب تاتش سريع لمدة دقيقة كمان. هيدي نطة لمدة دقيقة، خليكن عم تدقروا ركابكم بإيديكم. هيدي الحركة مهمة لللور. قد ما فينا لما بدنا ننزل لورا، تنزلوا تطلعوا بهذا الشكل كمان لمدة دقيقة. واللي معه وجع ظهر بس ينزل ويطلع. في هيدي الحركة كمان 30 ثانية على هالميلة، بترجعوا بتبرموا 30 ثانية على هيدي الميلة، وجربوا قد ما فيكم بس تنزل اجركم تكون على الأرض. نختم بآخر حركة بلانك لمدة دقيقة، وكل اللي عملناه بنرجع بنعيده 4 مرات، ما بناخد بريك إلا 1 مينت بكل راوند. ما تخلوا بين 8 دقايق ونص فراغ بالست الثاني، يعني خلوا دقيقة ريحة وكملوا، ما توقفوا، وجارنتي بتنزلوا 3 ل 4 كيلو